اهلا وسهلا. مساء الفل يا هاني. الفل عليك. اهلا، ازيكم يا باشوان؟ ايه ده، قلعين الترابيش ليه؟ مش خايفين تبردوا؟ نورك. اهلا يا جوني. ايه ده، شربتوا حاجه ولا ما شربتوش؟ لا، اقعد هنا بالمشاريب. اشرب اشرب يا باشا. مساء الفل، مساء الجمال. جمال. ازيك يا واد يا سونا؟ انت قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ امال فين القرطه بتاعتك؟ الظاهر بقى انهم النهارده خالي وبيك. خالي وبيك وانا موجوده؟ ازاي؟ قال على راي المثل، المليان يكب على الفاضي. شربت حاجه؟ بشرب ازازه ازوزه يعني. يا عينيا يا حرام. وشربت الكازوزه دي بقى في ايه؟ في الكوبايه ولا رضعتها في البزازه؟ هو انا يا واد مش لسه فاطمتي الجمعه اللي فاتت؟ انت عارفه سلسل بقى النظام غالي عليا شويه يعني. غالي يا خرابي، ده انت تشاور بس والمحل وصاحبه المحل تحت امرك. يا ولد انت، يا ولد تعال اشوف البه يشرب ايه. سلسل اقمر. ما تقعدي معاه شويه. حاضر يا حبيبي، هخلص نمرتي واجيلك. وانا مستنيكي على نار. طب حاسب على نفسك لا تتحرق. اموت في المطافي. ينيلك، مش بقولك دمك خفيف يا مضروب؟ مضروب مضروب بس عيش. تحت امرك يا ست الكل. شوف البه يشرب ايه وعلى حسابي، فاهم؟ عن اذنك. مع السلامة. مع السلامة سلسل. تعالي، انا عايز خمرة. خمرة يعني اي مواد بتشتعل ممكن اشربها. ماشي يلا. فينك فينك يا علي اخويا وانا بدور عليك؟ انا مش شايف تم البرد يا سلمان. لفيت حوالين الخيمه اكتر من 100 مره مفيش فايده. ايوه جو برد فعلا. بقول لك ايه، سمعت حاجه عن النتيجه؟ بيقول المفتش العام هيزور معسكر بكره عشان يشوف طلبة النقل اللي هيتخرجوا ظباط، بس تقريبا كده النتيجه اتعرفت. طبعا اتعرفت، وهي دلوقتي عند كبير المعلمين قسم النهايه اتخرج بعد المناوره على طول. انا مش عارف هم مستعجلين ليه كده. لان انجلترا قلقانه من ناحيه المانيا وايطاليا، عايزه تضمن مساعده مصر ليها لو حصل حرب بينها وبين دول المحور. انا مش عارف، وايه علاقه ده كله بقى بتخرج القسم النهائي؟ لان انجلترا يا حبيبي قلقانه من موقفها في مصر، خصوصا ان المصريين بيطالبوا بالجلاء، عشان كده عايزه تضمن بقائها في مصر عن طريق مشروع يضمن لها ولاء مصر ومساعدتها ليها، وفي نفس الوقت تستغل مواردها في حاله حدوث الحرب. كل ده كويس يا سليمان، بس ايه علاقه ده برضه بتخرج القسم النهائي؟ الله، ايه يا عادل؟ عايزين يزودوا عدد الجيش ويستفيدوا بيه في حاله حدوث الحرب. وماله، دي حاجه كويسه، كلنا بنتمنى ان الجيش بتاعنا قوته تزيد وعدده كمان يزيد، حتى لو كان الدافع مساعده انجلترا. طبعا ده شيء كويس، لكن القوه المنفذه لاي مشروع او اتفاق اهم من الاتفاق نفسه، واحنا للاسف في وضعنا ده ما عندناش قوه منفذه حره بتعمل لصالح البلد. قصدك يا سلمان؟ قصدي ان القوه المنفذه بتقف قدامها دايما قوه العرش، ودي قوه مغرضه فلازم ننزلها. نزلها؟ نزل العرش؟ انت مجنون يا سلمان؟ انا ما اقصدش ازاله العرش نفسه يا علي، انا اقصد ازاله اللي قاعد على العرش. ده كلام خطير قوي يا سلمان، انت مش خايف اي حد يسمعك؟ انا ما قلتش الكلام ده لحد غيرك يا علي. الله، هو ما عندكوش نور هنا ولا ايه؟ لا انت بتخاف من الضلمه يا بنت عالي. بنتي يا كريمه، افتحي النور يا بنتي لحسن بيه خير. كده بقى، كده الواحد يعرف يشوف الجمال اللي واقف قصاده. ينيلك عليك الكلام يهرش من قلبي يا واد، انت كنت فين من زمان؟ في المدرسه يا ابله. قطيع تقطع الشغل وسنين، ده انا زي ما يكون يا اخويا حالي تهاب وهقع من الجوع. تلاقيك انت كمان جعان يا حسين. بس بس بقول لك بتقول عليا واقع. يا واد انت يا كريم. ايوه يا بلاد، دخلت الشنطه بقى وجهزت لنا لقمه بسرعه علشان ناكلها. اقصد انا شربت كمان. بس ما تقفش عليا يا ست سمير، تديني فرصه. فرصه يا بنت؟ اشتغل معاك في الكباريه. واقفة عندك بتعملي ايه يا بيت؟ وما دخلتيش الشنطة ليه؟ ما تشغليها معاك يا سوسو. قاطعت هي قالت لك؟ انت يا بنتي مش هيفوتك من السيرة دي بقى ولا ايه؟ وعلى كده بقى كركر عايزة تشتغلي ايه؟ تعرفي يعني تغني ولا ترقصي؟ ارقص يا تحسين. الهي ترقص على جدتك عقربة.
واحده واحده يا سنايه. وعلى كده بقى بنت كريمه بتعرفي ترقصي؟ ده انا لهلوبه يا حسين، ده انا برقص ما حصلش. بصي يا حسين، ام بللا ام بللا انا ام بللا ام بللا انا ام بللا. حلوه اطبل لكم انا بقى برايه بيت. امشي نجري على جوه اعمل اللي بقولك عليه. الله يا قبلتي، مش بوريله بتوريله؟ طب يا اخي لما انت ترقصي مين هيقلعني ويلبسني هدوم؟ ادور لك على واحده تقلعك وتلبسك يا قبلتي. طب خلاص خاشي دخلي الشنطه وحضري اللقمه. الله حاضر يا قبلتي. هي ايه مش حاسه ان انت هفتن من الجوع ولا ايه؟ بشر ليه وانا ابويا مش لاقي يصرف عليا وياكلني؟ احنا عندنا مليانه، واحنا بتوع الكلام ده ولا الكلام ده ولا الكلام ده. مبروك يا علي، انت تستاهل كل خير، تعبت كتير قوي في المذاكره. انا كان كل همي يا سليمان ان انجح والتفوق عشان اخد المجانيه. عايز اخف شويه الحمل عن ابويا. انا فرحان لك عشان حاجتين يا علي، نجاحك بتفوق ونجاحك انك قدرت تنسى. أظن الفترة الطويلة دي خليتك تعيد النظر وتختبر عواطفك. يعني؟ يعني؟ قصدك إيه؟ مش عارف أقول لك يا سليمان. مش عارف أقول لك حقيقة عواطفي بالظبط. يعني كنت بتفكر فيها يا علي؟ أنا كل اللي كنت بفكر فيه حاجة واحدة بس يا سليمان. يا ترى شعورها ناحيتي زي ما هو؟ ولا بعدي عنها نساها؟ ما تنساش يا علي انها هي كمان بعدت عنك وسافرت. جايز الظروف كانت اقوى منها. وجايز سافرت بارادتها. ما تخليكش قاسي قوي كده يا سليمان. احيانا الحقيقه بتكون مره يا علي، لكن في النهايه بتريح البني ادم. كده يا علي، كده يا ابني، ايه الغيبه الطويله دي؟ ده انا كنت هوجع عليك يا ضنايا. معلش يا ام، المناوره كانت طويله شويه. مالك حاسس كده؟ انت ربنا يتوب عليك بقى من الشقة ده. ربنا عوضني ياما وكرمني اخر كرم. ازاي؟ نجحت ياما وطلعت التالت ومش هدفع مصاريف، ايه رايك بقى؟ الف بركة يا ابني، خير وبركة. وكمان حسين نجح؟ حسين ما كانش عنده امتحان، اللي حصل ده ياما ما حصلش يجي من 10 سنين. الف مبروك يا حبيبي. احط لك تفطر؟ لا ياما، انا الحمد لله فطرت. امال ابويا فين؟ ابوك في الشغل. طيب اروح اشوفه وافرحه. مش استنى ما تسرح شويه. لا يا ام انا عايز افهموتها كده. على اذنك يا ام. مع السلامه. هو بس حسين مش جاي الجمعه كمان؟ هو ده اللي اتفقنا عليه يا علي، شهرين من غير ما اشوفك. انا جيت لك هنا قبل كده بس انت كنت مسافره في الاقصر. فعلا انا قعدت هناك اسبوع لكن معظمه كنت راقده في السرير. ليه سلامتك؟ جات لي انفلونزا جديده. بعد الشر عليكي، عشان كده بقى خس. وانت كمان خس. ما قداميش غير كده عشان اوفر سنه. النتيجه ظهرت؟ الحمد لله ونجحت. نجحت؟ الف الف مبروك. وهتتخرج السنه الجايه ان شاء الله. قول لي يا علي، هشوفك تاني امتى؟ انت كنت فاكر ان انا فرحان عشان المجانيه علي يا ابني؟ لا، انا فرحت بنجاحك حتى لو كان نجاحك ده كلفني مال الدنيا كلها. ربنا يخليك لي يا بابا، وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. كان نفسي فرحتنا تكمل ويطب علينا اخوك حسين النهارده. وحشتني قوي. ليه يا بابا؟ هو بقاله كتير ما نزلش؟ بقاله ثلاث جمعة يا ابني. ما قالش عنده ايه في المدرسة؟ بيقول ان عنده نبطشية. هو ممكن النبطشية دي تبقى ثلاث جمعة يا ابني. ما بيحصل يا بابا، بيحصل. طب عشان خاطري يا علي يا ابني، ابقى مر عليه في المدرسة، شوف ايه حكاية النبطشية اللي رزقت فيه دي. أنا اللي بتخبط. يوه، أنت مالك مسروع كده ليه؟ أيوه. صباح الخير يا كريمة. صباح الفل يا حسين. ها؟ ثانية صاحية ولا نايمة؟ لا نايمة، بس قالت لي أول ما تيجي أصحيها. أنت جبت الغسيل؟ كله في الشنطة. هات يا حسين، أنا هروح أصحيها وأحضر لكم الفطار. شايف نفسك واقف في الطابور؟ هقعد بس على شرط توقف المرجيحة. ليه؟
بصراحة أصلي بكره المرجحة من وأنا صغير، كنت بدوخ منها. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي، أصلي بحب الثبات والاستقرار. ولا حتى على سبيل التسلية؟ ولا حتى على سبيل التسلية، لأنها ضد طبيعتي. وإيه هي بقى طبيعتك؟ طبيعتي لو اندفعت في اتجاه أفضل مستمر فيه ومرجعش تاني للاتجاه المضاد. لو قلب اتعلق بإنسان يفضل متعلق بيه لآخر يوم في عمره. يعني أطمن؟ أنا اللي عايز أطمن يا إنجي. على إيه؟ على حاجات كتير ممكن تفرق بيننا وحبنا مش هيقدر ينقذها. طمني يا عم، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تفرق بيننا، حتى الموت مش ممكن يفرق بيننا. شفت انجي بيبوس ايدك في الجنينة؟ افتح الشوارع. اتكلمت ازاي يا سافر تقول حاجة زي كده على اختك؟ بس انا عارف انت بتقول كده ليه؟ طول عمرك بتكرهها، بتحقد عليها. وانا هحقد عليها ليه؟ انا بقول لحضرتك الكلام ده وانا متأكد منه، انا شفته بعينيا دول هو بيبوس ايديها في الجنينة. هو ماله لما يبوس ايديها؟ هو لازم يبوس ايديها، خدام بيشتغل عندها، طلب منها طلب بيترجعها بيشكرها. للأسف يا بابا دول كانوا في موقف غرامي. مش ممكن، مش معقول. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه متأكد يا بابا، انا كنت حاسس ان في حاجة بينهم من زمان، لكن دلوقتي بالذات اتأكدت. باول انشي بنتي تنزل للمستوى ده ومع مين؟ مع واحد جنايني بيشتغل عندي؟ الراجل اللي اسمه عبد الواحد ده بابا لازم ينطرد علشان ابنه ما يستجريش ويهود ناحيه السرايا من تاني. حد منهم شافك؟ لا ما افتكرش، لانهم كانوا هيمنين قوي مع بعض. هي عملش حساب ان حد يشوفها، وهي مع الكلب ده. بصحتكم يا رجاله، انا عايزكم تشربوا وما تشيلوش هم فلوس، انتوا اللي لادي ضيوفي. ضيوفك ولا ضيوف الست؟ حلو، بس عموما انا والست واحد اخويا. طب لا مؤاخذه مأمورية وارجع لكم على طول. اشربوا اشربوا. حمدان على السلامة يا بطل. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حسين؟ الحمد لله. ايه واقف هنا ليه؟ تعال تعال خش جوه. لا لا معلش. ايه اللي بتعمله ده؟ ولا حاجة، عادي، ما انت هتدخل معايا دلوقتي برضه وهتاخد لك كاس وتروق الدماغ ومعايا شيش. معلش تعال، انا ما بحبش الاماكن دي. ابوك وامك هيتجننوا عليك. قول لي بس الاول انت عرفت طريقي ازاي؟ لفيت على كل الصباط اللي في البلد لغاية ما لقيتك هنا. كنت اقول لي انا كنت اديتك العنوان. يلا يلا بينا. لا 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 ما ينفعش علي، مش هينفع اجي معاك. بس هتقول لهم ايه في البيت؟ اقول لهم انت كان عندك نبطشيه ولسه مخلص دلوقتي. يلا. لا ما اقدرش علي، مش هقدر. يعني ما تقدرش؟ مش عايز تشوف ابوك وامك؟ خليها بكره يا اخي. حسين ما تسمع الكلام وتيجي معايا. قلت لك مش هينفع، الليله دي انا مرتبط بميعاد مع سنيه، ولو مشيت هتزعل، وانت عارف الحريم وجع الدماغ وانا مش ناقص وجع دماغ. علي علي مع السلامه. واقف كده ليه؟ مالك؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ طب يلا قدامي. البحر بيضحك ليه وانا نازلة اتدلع عاملة القلل؟ البحر بيضحك ليه وانا نازلة اتدلع عاملة القلل؟ صباح الفل، صباح الفل يا كريمة. يسعد صباحك يا سي حسين، انت لابس كده ورايح فين؟ انا ماشي. ها غسلت الهدوم ولا لا؟ لسه ما لحقتش تنشف يا سي حسين. مش مشكله، ابقى عدى اخدهم وقت تاني.
ايوه انت يا بنت واقفه عندك بتتلمضي تعملي ايه؟ يلا يا اختي كملي تجهيز السفره. لا بقى بصراحه اخوك ما عندوش حق، بقى كلمتين منه يخلوك تقوم بدري كده. طب مش استنى لما تفطر؟ اعمل ايه يا سنسن؟ بس ابويا وامي وحشوني قوي. يا عيني يا دنايا، ده ايه يا واد؟ هو انت لسه نوخة؟ ده انت هتبقى ظابط عيب كده. هو يعني منه ظابط ما يبقاش عنده اهل يا ست سنية؟ انت تخلصي خالص، لما اكون بتكلم مع حسين اوعى اسمعك تتكلمي، فاهمة ولا لا؟ كريم عندها حق يا سنية. خلاص، امشي غوري من قدامي دلوقتي. ما ينوب المخلص اللي تقطيع هدومه، حكم. انت بتبرتبي تقولي ايه يا بنت؟ بصراحة بقى أخوك ده ملوش حق أبداً، أنا نفسي أفهم هو مين الكبير فيكم، أنت ولا هو؟ أنا. بقى بالذمة ده كلام، في حد يسمع كلام أخوه الأصغر منه؟ ولو قلتلك هو؟ وإيه يعني؟ طب ما أنا بمشي أختي الأكبر مني زي الخاتم في صباعي، تقوم أنت يعني كلمتين من أخوك الأكبر منك يودوك ويجيبوك كده؟ عارفة يا سنسن أنا بسمع كلامه ليه؟ ليه؟ عشان علي أخويا ده أعقل واحد شفته في حياتي. بس انت حسين هتجري بتاعك لان ده كان تعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افتكرتك حسين، انت مش قلت جاي بعد العصر؟ امال علي فين؟ علي في اوضته. مالك يا عبد الواحد؟ في ايه؟ لا مفيش، بس عاوز اتكلم معاه قبل ما يمشي. ايه يابا؟ راجع يعني بدل من الشغل؟ رحت السرايا امبارح بعد الظهر؟ ايوه يابا. وكنت مع الاميره انجي؟ ايوه يابا. وفي حاجه حصلت؟ شوف يا ابني، انا اكره ما علي اني انصحك، لان عارفك كويس وعارف قد ايه انت عاقل وبتكره الغلط. وانا لما سبق وكلمتك في موضوع الاميره ما كانش قصدي انصحك. لا يا علي، انا كان قصدي افضفضلك باللي جوايا. كان في حاجه مغوشاني عليك، وانت عارف قد ايه انت غالي عندي. هو في حاجه حصلت يابا؟ حصل ان انا كنت خايف منه علي. الامير عرف انك كنت مع بنته. أمير؟ إزاي؟ على أخوها شافكم وبلغه. وبعدين يابا؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ حصل اللي كان لازم يحصل من أي أب مع بنته. زعق لها وشتم الداد عشان سابتها خرجت لوحدها من غير ما تكون معاها. مين اللي قالك الكلام ده يابا؟ الست دولبار جاتني من شوية وحكيت لي على كل اللي حصل، وطلبت مني ان امنعك عن الاميره ولا اخليكش تشوفها. ده اذا كنت انا ناوي ابقى على رزقي واكل عيشي. انا يا ابني ما يهمنيش شغل مع الامير، انا كل اللي يهمني انت. علي، الراجل ده ممكن يضرك، ممكن يضيع مستقبلك عشان خاطري يا علي، عشان خاطر ابوك. امسك عواطفك شوي. انا عارف يا ابني ان ده شيء صعب قوي، لكن صدقني اهون بكتير من اللي ممكن يحصل. حقيقي احنا ناس ما بنخافش غير من اللي خلقنا وعندنا كرامه.
لكن الناس دول اقوى مننا يا ابني. عشان كده خلينا في حالنا، خليك بعيد عنهم، بلاش تقرب منهم، لانهم مستحيل يا ابني هيقربوا مننا. يا ريت اللي حصل ده يخليك تفوق نفسك تاني يا علي وترجع لمذاكرتك كده والتدريبات زي ما عملت الفتره اللي فاتت. ما خلاص يا علي فاضل لنا سنه ونتخرج، محدش عارف بكره هيحصل ايه. انا مش عايزك تعذب نفسك، ما تخسرش كل حاجه، انت راجل عسكري لازم تعود نفسك انك تخرج من اي معركه باقل خسائر. تفتكرش يا سليمان ان زعلان اللي حصل ده؟ اللي حصل ده كان هيحصل في يوم من الايام، ساعتها فعلا كنت هبقى زعلان، لكن دلوقتي بعد ما اتاكدت من عواطف انجي كل شيء يهون. يعني انت مش زعلان دلوقتي؟ انا فعلا زعلان لان السبب في اني اديت الفرصه لابوها انه يجرح مشاعرها بكلمه او بكلمتين. انت نسيت يا علي انك قلت لي ان جمال الحب في عذابه؟ فعلا يا سليمان، العذاب بيدي للحب قوه واصرار. تمام يا علي، زي اللي بيكافح في سبيل قضيه نبيله او رساله مقدسه مهما يقابل من مصاعب او مشاكل بيفضل مصر على الاستمرار، وكلنا لاحظنا ده في حياه الانبياء والزعماء. عارف ليه يا سليمان؟ لان الانسان ما يقدرش يعيش من غير امل، حتى الانسان البسيط بينام ويبقى عنده امل انه يصحى لبكره. عشان كده انا عندي امل، زي ما قالت انجي الحب اقوى حتى من الموت. ايه ده؟ علي علي تعال. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. مش قلت لك ان المساله اكبر من مجرد سخافه؟ ده تمرين على جنازه يا سيدي. جنازه؟ هو مين اللي مات؟ الملك. يا خساره. لا يا برنس يوسف، انا عارف ان هو كان تعبان، بس في الحقيقه انا قلقان قوي. طبعا قلقان. سموه ولي العهد لسه صغير، برنس فاروق ما كملش 18 سنه. تفتكر الانجليز هيوافقوا؟ طيب والنحاس باشا موقفه ايه؟ وبعدين انجي كفايه يا حبيبتي، مش مظبوط اللي بتعملي في نفسك ده؟ تقدري تقولي لي ايه الفايده؟ 3 اسابيع ما اشوفوش يا بابا. ليه بابا بيعمل كده؟ ليه عايز يفرق بيني وبينه؟ ليه؟ ده ظلم، والله ظلم. انت كنت فاكره ان سمو الامير هيعرف اللي حصل بيني وبين ابن الرئيس عبد الواحد ويسكت؟ لا يا انجي، انا بحبه يا دب. غلط حبيبتي غلط. مين قال ان الحب غلط؟ سمو الأمير لما يقول حاجة غلط لازم تبقى غلط. يعني إيه؟ يعني مش من حقي أحب واختار الإنسان اللي يعجبني؟ لا يا إنجي، أنت مش لازم تحبي ولا تختاري، سمو الأمير هو اللي بيختار. إيه اللي بتقولي ده يا دادا؟ أنت موافقة على كلام بابا؟ وأنا بإيدي حاجة حبيبتي، إحنا هنا لازم نسمع كلام سمو الأمير. لا يا دادا لا لا، انا بحب علي قوي، بحبه ومقدرش اعيش من غيره. دادا انا هكلم طنط ايناس. عيب انجي، هتقولي لناس هانم انك بتحب ابن جنايني؟ بلاش فضيحه. طنط ايناس عارفه كل حاجه يا دادا. عارفه انك بتحب ابن جنايني؟ ايوه. يا مصيبتي، بوكس بوكس ايه اللي هتلعبه يا ابني؟ لا يا علي لا، انت ابني مستغنى عن نفسك؟ مستغنى عن نفسي بس ياما، ما تخافيش ياما، انا بتمرن كويس. ولازمته ايه ما تخليك في حالك؟ ما تكلمي عبد الواحد ساكت ليه؟ ما بلاش يا علي يا ابني، ما دام ما هواش ضروري. لا يابا، ده ضروري جدا. الطالب اللي هياخد البطوله دي هيدوله 50 نمره، وانا بقى مصمم اخدها. كلمه.
اتكلم مع تلميح. حاضر يا توفيق، حاضر حاضر. يا علي يا ابني، انا كل اللي يهمني سلامتك انت وبس. انت يابا مش عايز ابنك يبقى ضابط في سلاح السواري؟ وهو يعني يا ابني اللي مش هيلعب اللي اسمه البوكسي بتاعكوا ده مش هيبقى ضابط؟ لكن مش هياخد المجانيه ولا هيختار السلاح اللي هو عايزه. يابا انا عايز اشرفك واخف عنك بقى حمل المصاريف شويه. لا يا انجي، لا يا حبيبتي، بلاش تهور، موضوعك ده محتاج لسياسه. ايوه يا طنط، بس حضرتك عارفه كويس قوي ان انا وعلي بنحب بعض. وبعدين ايه اخره الحب ده؟ ابدا، زي صفيناز ونبيل. يا حبيبتي صفيناز ونبيل هيتجوزوا، لكن انت لسه بدري عليكي. يعني ايه لسه بدري؟ يعني علي ما يقدرش يخطبك دلوقتي، فين لحد ما يتخرج من المدرسة الحربية ويبقى ظابط؟ ايه ده؟ معقولة يا طنط؟ يعني حضرتك مش عايزاني انا وعلي نشوف بعض لغاية ما يتخرج؟ كل شيء بالعقل يا حبيبتي، انا مش عايزة بابا يتضايق منك ويعند معاكي. طب وفكرك بعد كده بابا هيوافق؟ ساعتها لما علي يتخرج ويبقى ظابط وله مستقبل يبقى في كلام تاني. مش عارفة، انا خايفة قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، بس اوعي تعملي اي حاجة غير لما تقولي لي. حاضر. Hey, yeah.
كسر في ماتش الملاكمه. ايوه 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 افتكرت. انتوا بقى زمايله؟ ايوه في الحقيقه حد مش بتاعنا. ليه يا فندم؟ صباح الخير يا هاني. صباح الخير يا سيدي. جبت لك معايا وش الاذيه، اصر يجي لك عشان عنده احساس بالذنب. ازيك يا علي؟ ازيك يا صلاح؟ انا متاسف جدا، انا ما تصورتش ان انا كسرت لك ضلعك. انا طول الليل ما نمتش وضميري بيأنبني. شوف بقى صلاح المفتري لما ضميره يأنبه. هو انت حسيت بالكسر في انهي جوله؟ في الجوله الثانيه. ياه، وقدرت تستحمل الضرب ده كله لغايه اخر جوله؟ انت بطل حقيقي وانا سافل. الاعتراف بالحق فضيله يا صلاح. ما تقولش كده يا صلاح، انت ذنبك ايه؟ انت ما كنتش تعرف، انت ما تعرفش انا كنت خايف منك قد ايه، بس الحمد لله مرت على خير. خير؟ طب والخير هيجي منين بقى؟ ده انت يا راجل نزلت فيا ضرب لغايه لما خرشمتني. انا كنت متخيل ان الماتش معاه هيكون مجرد تسليه، لكن ما كنتش متخيل ان هاكل علقه زي اللي كلتها دي ابدا. دول 50 نمره يا ابني، 50 نمره، يعني روح ما بعدك روح. حلال عليك يا صلاح. انا مستعد اتنازل عنهم علشانك. ما تقولش كده يا صلاح، انا خدت اكتر من 50 نمره. انا من زمان كنت بتمنى ان احنا نكون اصدقاء. معجب بشخصيتك المرحة، بتفكرني بحسين اخويا. وعلى العموم يا سيدي، العلقتين اللي احنا اديناهم لبعض هيكونوا اساس متين لصداقتنا. يعني انت مش شايل مني حاجة؟ هو ما شالش يا اخويا، ما شالش، انت اللي شلت منه 50 نمرة. ما تقولش كده يا سليمان، انت ما تعرفش انا قد ايه سعيد بزيارة صلاح ليا. بقول لك يا سليمان، انا عايزك تروح البيت تقول لحسين اخويا، بس من غير ابويا وامي ما يعرفوا اي حاجة، وقول لحسين كمان ما يقولهمش. متأكد ان حسين هيخرج النهارده؟ ايوه ان شاء الله، بس مش عارف هيروح البيت ولا هيروح حته تانية. هو اخوك بيروح حته تانية؟ ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي، بيروح الكباريهات والهلس زيك. اموت انا في الهلس. طب قول لي هو هيروح اني كباريه وانا اروح له على طول؟ اذا كان كده بقى روح له على البيت، اسال عليه كانك واحد صاحبه يعني، واذا ما لقيتوش استنى بالليل بقى وروح له على كباريه. ايه ايه، انت مش فاكر اسم الكباريه؟ طب قول لي هو فين. هو فروض الفرج. افتكرت كباريه صاحبته اسمها سنية الظباطي. خلاص عرفته. مش بقول لك من ارباب الكباريهات. اقول لك واحده تانية. لا كفايه يا حسين، احسن هفقص من الضحك. ارش على وشك شويه ويسكي عشان افوقك. لا يا اخويا عايز كده، ده انا فايقه. من ابو سيدي بلاش فايقه، لا تودينا في داهيه، يفتكروك انت تريق على اخت الملك، يروحوا ملبسينك تهمه. العيب في الذات الملكيه. ايه؟ الذات الملكيه؟ ودي تطلع اهدي. افهمك يعني ايه الذات الملكيه؟ يعني ما في ذات. مساء الخير. اهلا مسنود. حسين عبد الواحد مش كده؟ امر اي خدمه؟ انا صلاح جمال الدين، زميل علي اخوك في المدرسه الحربيه. يا اهلا وسهلا بالصلح، اتفضل اتفضل يا بالصلح. مساء الخير يا فندم. انا سنية يا اخويا. تشرفنا يا فندم. الله، ايه حكايه فندم دي؟ بقولك انا سنية مش افندم. هو مش حضرتك اسمك سنية الظباطي؟ طب ما انت عارف اهو. ما انا عشان كده بقولك يا فندم. ينيلك دم خفيف يا مضروب. من اول بالصلح. اخبار حلوه ايه؟ علي في المستشفى. ليه؟ جرى ايه؟ هو احنا كنا ناقصينك. استنى انت يا سنية، قول لي ايه اللي حصل؟ كان بيلعب معايا ماتش بوكس وضلع انكسر. ايوه باين عليك مش اذيه. وحالته ايه؟ الدكتور بيقول ان الاصابه شديده والكسر جايز ما يلحمش. يعني ايه؟ ضيعت مستقبل اخويا؟ ودي ليله ايه السودا دي؟ علي يعرف الكلام اللي انت قلته لي ده؟ لا ما يعرفش، ده حتى موصيني انك ما تجيبش خبر لوالدك ووالدتك. طب يلا بينا. انا رايح فين؟ هروح يا اخويا المستشفى دلوقتي. ما افتكرش هيرضوا يدخلوه. هدخل حتى لو عملت جريمه هناك. يلا استنى منك لله، قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انجي افرحي يا انجي، انا خلاص جبت لك افراج من بابا، هتخرجي معايا النهارده، هنروح النادي، ابراهيم وسهيله مشتاقين قوي انهم يشوفوكي. انا مش عايزه اشوف حد.
مش عايزه اشوف حد. من فضلك سيبني في حالي. انت مزعله نفسك قوي علشان الولد ابن الجنايني؟ اما انت عبيطه بصحيح. تعرفي يا انجي ان سهيله بتحبك قوي واخوها ابراهيم كمان. انا بقى هقول لك حاجه تخليكي تنسي ابن الجنايني ده خالص. ابراهيم معجب بيكي. ممكن تطلع بره. انت بتقولي ايه بقى؟ مش عاجبك البرنس ابراهيم ابن البرنس يوسف زين الدين، وعاجبك البرنس علي ابن البرنس عبد الواحد الجنايني؟ اطلع بره. مخصوص علي علشان اهنيك. انت لعبت ماتش فيري جود. هاي انت خسرت مباراة لكن خسارة بشرف. كنت احسن كتير من الولد اللي كسب. متشكرة يا فندم، الف شكر. اطمن علي، انا اديت امر تاخد 50 درجة زي ولد كسبان. كمان هتمتحن هنا في السرير ده. انت راجل علي، انا احب الرجاله كتير. الف شكر يا فندم، الف شكر. شد هيلك عليه. احمدك يا رب.